هيدا مش فيلم مصري، هيدا بلوك نوت، ومعي ضيفتي السيدة لينا أبيض، مخرجة مسرح وأستاذة مسرح بجامعة اللبنانية الأمريكية الأيو. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. شكرا. هيدا أبدا مش فيلم مصري، هيدا مسرحيتك الجديدة على مسرح الأيو. بدي تخبريني عن شو بتحكي بالأول مسرحيتك. هلأ شوفي، القصة بلشت مع طنجرة منال العاصي. لما سمعت القصة وبعدين قرينا التقريرات وقرينا كيف عنفها هالزلمة، وبذات الوقت كنا مفرجونا صور عنهم مجوزين ومبسوطين، والصورة اللي فرجونا إياها أبدا ما فيها، ما لازم تخلص بالطنجرة ومنال متوفية لأنه جوزة معنفة. بقى بلشت أعمل ريسيرش إنه مين هو هالرجال اللي بعنف مرته، شو هو، كيف، شو هو البداية، كيف بتبلشي. وبعدين اكتشفت شغلة كتير مهمة، انه في رجال، في الوف من الرجال بيعنفوا نسوانهم، في الوف من الرجال عندهم ذات الطريقه بذات التعنيف، وهو سايكل، هو دائره، يعني ببلش هو اول شيء كثير لذيذ وبحبها كثير ومغروم فيها وكل الناس بتحبه وهي بتحبه واهلها بحبوه والجيران بحبوه، وبذات الوقت في عنده وجه ثاني مختلف نهائيا يلي هو التعنيف، يلي وكمان بالتعنيف عنده سايكل، يعني ببلش بيحكيها كلمة مأزية، بعدين الكلمة المأزية بتتحول لكلمة شوي أقسى، بعدين بيفصلها عن المجتمع تبعها والبيئة تبعيتها، أمها وبيها وأصحابها، لما تقعد تخبر أنه عم يهيني عم يحكيني هيك، وبعدين يوما ما بتجي الضربة. هو كأنه نوع من انفصام، إذا فينا نقول تناقض شخصي. لأنه في واحدة من الستات اللي خبرتنا قصصنا، نعم. قصتها كانت قاعدة على التلفزيون، فجأة جوزها بيضربها كف هيك، بتقول له شو صار؟ بقول لها شوبت. بتقول ساعتها هي بتكتشف انه انا ما فيني اعمل شيء، يعني انه اذا شوب بيضربني، هي ما فيها تتحكم بالطقس. من هون انا قلت شو هيدا، شيء مريع. انا ما بحياتي تصورت انه انا فكرت في رجال او رجلين او عشرة وكل واحد بعنف بطريقة مختلفة لأسباب مختلفة. لا، تري الأسباب صحيح مختلفة بس بايخة وما فيها المرة تعمل شيء. لكن لنوضح، من قصة منال العاصي لوين وصلتي؟ من قصة منال العاصي بلشت أعمل ريسيرش واكتشفت أنه في ألوف من الرجال بيعملوا هيك، وبعدين بلشت أحكي أنه أنا جعبالي أشتغل على المسرحية، جعبالي أشتغل على هالموضوع، وبلشوا يجينوا القصص. بقى كان شغلة فظيعة، لأنه كل ما أقول عم بعمل هالمسرحية يقرب حدا يوشوشني، أنا خالتي هيك، أنا أمي تعنفت، أنا بيي كان يضرب أمي، أنا الجارة كان يضربها زوجها، أنا خلقت بيت طول الوقت أمي عم تضرب بيي أو بيي عم يضرب أمي. بقى استغربت شو هالقصص، وبعدين صرت سجلهم. سجلنا كتير قصص، عنا كتير قصص ما كلهم استعملناهم. بقى المسرحية قدي يعني سجلت لي، يعني سجلنا شي 15 قصة 20 قصة، نعم. بس استعملنا منهم 15 قصة. حكيتي مع النساء؟ حكيت مع أولاد ربيانين ببيت فيه تعنيف، نعم. حكيت مع بنات قاعدين بالجامعة، تلميذ جامعة البوي فرند تبعهم بعنفهم. بقى شغلة كتير موجودة ومغطاية، وهلأ عم بلش الناس تحكي فيها، يلي هو كتير مهم انه نصير واحد يعرف يحكي عنها يواجهها وما يستحي. يعني المرة ما لازم تستحي، لانه مش غلطتها، هي على طول بتفكر انه هي عملت شي غلط، هي قالت شي، هي نرفزته. وبعدين اذا بتحكي قدام امها او اصحابها بيقولوا لها حق عليك، طولي بالك، بسيطة، والام بتقلها ما انا بيي كان يضربني، وبسيطة، وفي الولاد. بعدين بيجوا الولاد بصفي مسؤولية كتير كبيرة، بعدين ما فيهم يطلقوا، هي ما بتشتغل، بتزيد المشاكل وبتسكت هي. وكل ما هي سكتت، كل ما هي صغرت حالها وحجمت حالها، كل ما هو عم يكبر وعنف أكتر. هلأ بس يلي كتير مهم يلي بيصير، إنه بعد التعنيف هو بيحس حاله ندم، بقى بيصير لذيذ بشكل مش معقول، يلي هن بيسموه بعلم النفس شهر العسل. بيصير فيه فعلا شهر شهرين ثلاثة هو عسل لذيذ ومهضوم، وبيظهرها وبينتبه عليها وبيخاف عليها، وإذا تفركشت دخيلك شو صار لك وهيدا، وبيرجع بعد شوي بلا سبب أو بيضربها أو بيزلها. هو العنف كمان في يكون كلامي طبعا. طبعا الكلام كتير أبشع وكتير مدمر أكتر من العنف الجسدي. في عملنا فتشنا كمان على يوتيوب، كان في واحدة مرة كانت عم تقول هني جوزة ما بحياته ضربها، ما بحياته عنفها،
بس كانت تحب كثير العصافير كان يقتلها اياهم. ما بحياته حكيها كلمه، بس من وقت لوقت يقول لها شفت ايش عملت بالعصفور ويسكت ويظهر. وهي عاشت بهالرعب انه اذا هيك بيعمل بالعصفور شو رح يعمل فيي انا، نوع من اجرام يعني. ايه اجرام، بس هو ما بحياته قرب عليها. عرفتي كيف؟ حطيتي كمان هالقصه؟ حطيت هالقصه ايه، لانه انا اثرت فيه كثير، لانه بالبوليس بيقول انه بالبيت اللي فيه تعنيف. انا هيدي القصه صراحه، بالبيت اللي فيه تعنيف ما في حيوانات اليفه كبيره بالعمر، يعني وكانه هيك غصتي شوي ببسيكولوجيه الموضوع. لينا يعني كان كثير لإلي مؤثر، وللناس اللي عم يشتغلوا معنا كان كثير مؤثر. يعني كثير كان في تفاعل كثير حلو، كان في بكي، كان في زعل، كان في دهشه كثير كبيره. وقلتي لي كان في ضحك سمعنا اوقات وتسمعنا على القصص ونقول لا مش معقول. مشان هيك سمينا الفيلم المسرحيه هذا مش فيلم مصري، لانه بتقولي لا مش معقول، لا لا هيدي تركيبة، لا زيدينا، مش صحيح، عم تزيدها هيدي المرة. وبتحس انه في ما كنه في كذب. ولدرجة انه واحدة من الستات اللي تعرفت عليها واشتغلت كتير معها بتقلي بالآخر انه يا ريت بعدين انا وياك بنقعد سوا، وهيك بتكتبي لي حياتي وما صحب بيه على شيء مسلسل او شيء هيك شيء فيلم شيء انتاج مصري. وكأنه الواقع صار خيال. ايه ايه، لانه ما مش طبيعي قديه في ألم وقديه في وجع وقديه في شيء خرافي بهالحياة بقول هول الناس، وبيقعدوا معهم فترة كتير طويلة، يعني 25 سنة 10 سنين سنتين قاعدة مصاحبته لهالصبي هو عم يعذب فيها، انه عشوم صاحبتي يعني حتى ما انا مرتبطه فيه رسميا. ابدا ما انا يعني مرتبطه فيه، ما هيدا وما هيدا كله فيه تعنيف جسدي ومعنوي. رح نفصل هالموضوع هيك شوي انا وياك، انما خلينا نشوف التريلر سوا. ايه؟ ونتابع اكيد. حيدو لبطني رفع فرده، كانت اول مره، اول مره ضربني كف لانه ما قبلت اعطيه باسورد تليفوني. I love you, I cannot live without you, and if you ever leave me I will kill you. بعصب، برج عيوني، بيمرق زيح أبيض على عين اليمين بيعميني. كنت حس حالي 40 على 20، وبطلت مرة صرت مرته. في ألوف رجال هيك عندهم زيت الطبع وبيعملوا زيت الشي، يعني مش الحق علي. أنا ما شفت مرة تعنفت قدي إلا هاي المرة يلي ماتت. لنذكر قبل ما نتابع علينا انه على مسرح ال اي يو بتبلش التنين ب 28 نيسان وبتستمر ب 30 نيسان 1 2 3 و4 ايار، طبعا الساعه 8:30 مساء. بينحجز على الارقام اللي مرقت وايضا على الجيشه بال اي يو. لينا عم نشوف السيدات، كم قصه اخذتي بالمسرحيه؟ هلا اخذت شيء 8 قصص او 9 قصص اللي بينوا هلا. يلي بينوا هلا هلا نحن على المسرح في 22 شخص. هلا كان فيني اربطهم كلهم واعملها قصه مره مع قصه رجال، بس كان كثير مهم بالنسبه لنا نسمع اصوات مختلفه، نسمع قصص مختلفه، ونشوف بذات الوقت انه في مثل صدى بين قصه وقصه، يعني في بنتين او ثلاث بنات عم يحكوا كيف هن صاحبوا هالشاب، ومن وقتها هن خوفانين منه، في وحده تجوزته ضربها ورقصوا مع بعض وبحبوا بعض كثير، رقصوا وسهروا وبعدين ضربها وقالها بتتجوزيني، وحست انه الدنيا مش سيئتها. ولكن هيدي الحاله ما انها طبيعيه وتجوزت يعني. لا لا في شيء، هل هي حاله نفسيه شوي انه بركي بنحكي عن سادوما ذو غرام فظيع. في حب وغرام، يعني هول الناس ناس كتير تشارمينج لذيذين مهضومين، الناس بتحبهم. مش معقول يعني هو الرجال، ما في رجال بيفوت وبيضرب مرة، لا في اول شيء يعني هو لذيذ وبحبها وهي بتحبه مغرومه فيه، حتى لما بتتركه هي بتقول، في وحده منهم بتقول انا تركته بس بعده معشش براسي، بعدني ما عم تقول بحبه بس بعده موجود، لانه هول الناس لذيذين كثير بتصرفاتهم، يعني شايفينها لهالمره ومش مصدقين، بس هن شايفينها ومش مصدقين لانه بدهم كنترول، يعملوا كنترول عليها، مشان هيك بحبوها كمان، يعني في حب وفي كنترول، في متحكمين فيها. بس هي قبلانة وهي قبلانة. هلا هي قبلانة كمان لانه ما هو سيكل، يعني عرفتي كيف؟ اول شيء هي مغرومة فيه، بعدين هو لذيذ كتير، بعدين بزلها، بعدين بيضربها،
او بس بيزلها او بس بيضربها او بيقتلها العصافير وبعدين او بيقتلها العصافير وبعدين بيندم وبيزعل وبيزعل من حاله بيقول لها ان شاء الله تنكسر ايدي اذا بعد شي مره بمد ايدي عليكي وبيقول لها شو بدك جيب لك. في منهم بياخذوهم على المستشفى لنسوانهم بيدفعوا الفاتوره وهن وظاهرين بياخذوها بيشتروا لها شيء بيشتروا لها سياره بياخذوها على المطعم بياخذوها جولري وبيرجع وعلى شي شهر شهرين قلت لك بضلوا بحبها بقى هي بتضيع بتقول طب يجوز حق علي وفي سيكل يلي هي ما عم تقدر تفهمه هن النسوين اللي بيكونوا مع النفات لما بيكونوا بالحالة لما بيكونوا بهذا البيت ما بينتبهوا على حالهم وكأنك عم بتدافعي معهم لا 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 ما عم قلتي لي ان هي لا لا غريبة شوي لا 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 فعلا لانه انا ما كنت افهمهم يعني انا بتصور اذا حدا بيحكيني كلمة صغيرة يعني مش ما بجاوب حتى بظهر دغري من البيت بس اكتشفت اشياء ما كنت مفكره فيها. هون النسوين يعني في وحده ست على عم نعمل ريسيرش عنها ضربها زوجها بتروح عند حكيم اسنان لانه سنها عم يلق بيقول لها الحكيم كيف شو صار عندك ضربه شو صار بتقول له جوزي ضربني بيقول لها هذا عنف اسري. قال استغربت كان صار لها شي 10 12 سنه معه اخذتها كمان بعد شهرين ثلاثة أربعة وستة لتقدر تستوعب أنه هي بهالحالة. يعني كتير صعب لما الواحد لما هول النسوين بيكونوا بهالحالة ما بيستوعبوا وأوقات بياخدوا قرار أنه بدي يتركوا جوزهم وهذا القرار بده 10 سنين أو 12 سنة ليتطبق لأنه في أولاد لأنه في مسؤولية لأنه في مجتمع لأنه في أهل عم يقولوا لك لا معلش ضلك معه لازم تتحملي وما في ستركتور برا تساعده لهالمرة يعني. لكن ما رح نخبرهم بقى أكتر لازم ينزلوا ويحضروا المسرحية اللي هي نوع من مسرح وثائقي تماما والناس مش عم يمثلوا مسرحية عم يحكوا مع الجمهور مثل ما هالنسوين حكوا معي أو حكوا معي والموسيقى كان بدنا نحكي والموسيقى عنها من الجروب تبع سفر يلي كتير حلوة وعملينا أوريجينال لإلنا انعملت خصيصا للمسرحية. أهلا وسهلا فيك شكرا كتير لإلك مشاهدينا نحن بريك ومنتابع.